حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج عادات أصيلة، هذا البرنامج الذي دائما نسعى أن نسلط الضوء على عادات وتقاليد أهل الكويت قديما. دائما شهر رمضان يختلف تجهيزه واستعداده عن باقي الأشهر، من ضمنها ترميم المساجد وتهيئتها، زيارة الأقارب والدواوين وأيضا الجيران، صلاة التراويح والكثير والكثير. راح نتعرف عن هذه العادات والتقاليد مع ضيفنا، خلكم ويانا. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع عادات أصيلة. اليوم راح نتكلم عن عادات برمضان أيام زمان، النقصة والنافلة. نسمع بالنقصة، والله بتنقص حق أمي، والله بتنقص حق خالتي. النقصة الحين مفهومها غير. أول النقصة أنا أقصر على نفسي بعطي جاري شيء شلته مني من بيتي أعطيته جاري، سواء هريسة، عيش شاوين، حنا سمك، ميد، الفريج كله شم، قال والله تنقص حق جارتنا، خلنا تنقص لها، عندي لبن مسوينها اللبن، ودينا لهم بسوق صغير تنقص، يابوا لهم فاكهة تنقص حق جيرانهم. شيء اللي ينوخذ منه ما يتأثر ما يخترب. الحين لو تودي شاري لك كيكة ولا هذا قصيتها بالنص وعطيتهم، قال هذا باجيها ما عطينا اياها، الحين قام يتنقصون، يقول النقصة بعطيها عطورات، بعطيها بخور. اول يشترون معين صحون صغار حق النقصة. النقصة حتى لو هي شوية مو عيب، بس المهم ذكرني تنقص لي، شاله من بيته وعطاني اياه. جارتها جابت لها، ابو عيالهم جاب لهم شيء حلو يتنقص له. اول يقولون تباشير تو طايح السعمران، شالوا منه عطوا جيرانهم تنقصوا لهم. العنب اللي جابوه اول، ولا رمان، ولا تفاح اللي يبونه من البصره الصغار يتنقصون يعطونهم من اكلهم. هذه النقصه، ولحد الآن هالعادة موجودة عندنا بالكويت. كل من يتعامل مع جيرانه يودي لهم عطاهم علبة بر الوالدين، هذه كلها نقصة. أول نقصتهم الأساسيات اللي عندهم، سووا مطبق سمك ولا مشبوس لحم ودوا حق جيرانهم حطوا لهم، كانت تنقص لهم. القيمات صب القفشة، شغل هاللي يسوونه بالبيت من حلويات وغيره، بس ما كانوا يودون البخور ولا أشياء ثانية، هذه نقصتهم. وعندنا النافلة، النافلة يوم الاثنين ويوم الخميس يوزعون على الناس، خاصة برمضان. النافلة حتى أيام السنة كلها، مو شرط برمضان، بس تعودوا صارت من العادات الحلوة اللي يعطون الغني والفقير، يوزعون الهريس والهريش، يقولون هذا ثواب لوالدينه، يوزعون نيتهم انه والله نوزع على، يعني بعضهم موصي، بعضهم موصي من يعني عازي مبلغ انه ترى تثوبون حقي توزعون. بعضهم يذبح خرفان
يوزع اللحم، يذبحون حقه ويوزعون له. اللي متعارف الحين عندنا خاصة الحريم الكبار تحرص على أن تسوي مرة هريس مرة يريش، هذا المتعارف أنه يوزعونه بالكويت. إن شاء الله نأخذ فاصل ونكمل وياكم. رجعنا لكم بعد الفاصل مع عادة من عادات الكويت اللي هي النافلة. قلنا حنا لحد الآن موجودة، يقال أن أكو بعض الحريم إيه هي بنفسها توزع مرعودة، حطت الصينية على رأسها، هل صحيناتها صغار البوادي صحن بادية وزعت على الفريج. شوف قبل الفطور ينادون اليهال يلا تعالوا وزعوا، روح ود بيت فلانة أم فلان أم يعرفون اليهال من يقول أم فلان قالت، راحت أعطتهم وزعت لهم، يحطون نياشين على معينهم بكرة وقعود ولا اسمها ولا حرف. أكو بعض مميزة يعرفونها نمالات هذه وما يردون المعون خالي، لو هم شنو ما يردون، يا محلبية يا يسمونها حلوياتهم هذه ساقو ما أدري شو يسمهم، يوزعون يدرون على الناس هريسة، مو شرط وايد حق الكل ياكل، لا اضواقة. وبعدين يعلمون عيالهم ان تاكل الاكل يا بو جيراننا قد تحل البركة بهالاكل هذا، هم ما يدروا عنك كليته ولا قطيته ولا هذا، بس لكن علم عيالك ان لا هذا يبينا لنا متنقصين لنا خلنا ناكل منه. وفعلا لحد الان هالعادة ما انقطعت، يوم الاثنين ولا الخميس الباب ما يسكت، يطقون الباب يوزعون من اللي يابا قال بيت فلان، الحين تطلع لهم الشغالة تقول لهم ها بيت فلان بيت فلان، اول لما يشوفون يعرفون عيالهم اللي يوزعون. هذه عادات حلوة، هذه عادات حلوة تخليهم متماسكين مترابطين متحابين. حنا الحمد لله الخير وايد كل بيت فيه، أول يسوون على قولتهم ويه واحد شغلة واحدة، سوى تشليم ما سوى غيرها، يجيهم من جيرانهم، شوف السفرة مشكلة مشكلها كلها من الجيران، كل يوم يوزعون مو بس النافلة، كل يوم يوزعون، كل ما سوى شيء ودوا حق جيرانهم، نفس حلوة نفس طيبة. طباخ أكو حريم منعوتات بالطباخ، ليش حنا الحين كل من يجينا هني الكويت سيدة مطعم الكويت يقول انتو طباخكم طباخ حلو، لان نفس حلوة اللي قاعد تطبخ بهارات حلوة، وحنا خليط من كل مكان يعيبين الطباخ، لين طلع عندنا حنا هني المركز اللي فيه الطباخ الزين، كل واحد يستانس يعرف من أكله، قام من يأكل على السبع عرف ان هذا مال بيت فلان. الحين صارت مو بس نقصة صينية كاملة اللي على سفرتهم يابوها لك، حطوا لك هالعيش هالهريس ولا الجريش وتشريبة وانت عندك. بس الخير ما شاء الله، احنا ما ودنا الخير ينقط اذا اكو احد ياكل اشوى، والحين صارت هالنقصة حق اللجان تروح برا، عندنا شباب وشابات يروحون حتى الجريب الفروانية الجيب. أماكن المكان اللي فيه العمال ما يتفطر ببيتهم مسكين، يتفطر أي مسجد، المهم أنه يودي حق المحتاجين الفقراء المساكين. وهذا ما عندنا، إن شاء الله نتقوا إياكم بحلقات أخرى وحياكم الله. في التاسع من شهر رمضان لعام 1436 هجري الموافق لعام 2013، شهدت الكويت التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة 27 مصليا أثناء الصلاة في مسجد الإمام الصادق،
وحينها حضر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله لموقع الحادث بعد دقائق من وقوع الحادث. إذن المشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتم معنا وتقبل الله طاعتكم. نراكم بإذن الله في الحلقات المقبلة، إلى حين ذلك الوقت دمتم في أمان الله.